مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشره من مدينه المحمديه. كنناقش مع مشاهدينا الكرام، ها يعني هذا المهاجر اللي نقدروا نقولوا شرب وقع في الاخير تصدم بهذا الشيء اللي وقع عليه. استاذ السلام عليكم. السلام عليكم. اش وقع عليكم استاذ؟ حنا واحد المشكله كبيره، درك الوالد توفى دوبي 2016، حنا ورثه عندنا شبا كانت شرا في هذاك الوقت، واحد الوقت لا عقلت شي حاجه في زاني 80 80 هكذا، ولاد صافي هذاك شي اراضي تما، ثلاثة اراضي في ثلاثة خداو وحدة بنيناها غتباع لواحد من خوتي غتشريها، بقاو عندنا جوج قالوا دازت له طروط من هاك النهار، ما كان لا خبر لا والو، ما كان لا طروط لا والو، حتى حاجة ما تيتصلوش معنا، حنا ساكنين برا 55 عام انا برا، دركا شكون؟ ما عندنا لا خبر، حنا جينا اليوم باش نشوفوا شنو كاين، لو 28 شهر 8 هنا ما كاين والو، السادين مشاو كونجي، الناس خلاهم في لا غالير في لا ميزير كحلة على الاراضي ديالهم وهما فاكونس، حنا جينا باش نشوفو نفكو المشكله ديالنا ورزق ديالنا، دونك هادو اش دارو؟ شفرونا، خصنا نعرفو اش دارو، فلوسنا ما بغيناش فلوس، بغينا حنا الارض، كون حطينا هادوك فلوس في البنك عرفتي شحال غتجي دركا؟ 40 عام. واخا وصلت انت يعني شحال قلتي شحال من عام باش تخرج تمشي لفرنسا شحال من عام؟ انا ماشي شحال شريت، انا الوالد انا وراتي تضرب على الخبز ديال با وامي الحق ديالنا. شحال ديال الفلوس قريبه اللي داو لكم هاد الناس هادو؟ ماشي فلوس، هذاك شي فلوس ديال بكري ما بقاوش فلوس ديال دركا. اش قول لي انت؟ فلوس ما انا بغيت الارض، ما بغيتش فلوس، ما بغيتش فلوس، بغيت الارض. واخا ملي مشيتي شي دويتي معاهم على هاد الارض هادي شنو المشكل؟ علاش واحد ما كانش شي واحد اللي تقابلك؟ اجينا حنا لقينا الناس شي 200 و300 واحد كاينين هنا، عرفتوا شي حاجه؟ ما عرفنا والو، والو، ها هو الناس معايا حتى واحد ما عنده خبار، ما كاينش ما كاين والو. اليوم غدا اليوم غدا تيقولوا لي لك اليوم غدا اليوم غدا، ها هو السيد تا هو دابا هاد السيد غلط، كاينه الفلوس شادين تجهيز التحفظ تاع الناس 7 المليون لواحد، حسب شحال من واحد مخلص 7 المليون وحاطها في كونت كتسنى شحال من عام، شحال تاع لازينتيري كتعطيها ثلاث الفلوس شحال، حسب على اقل 6 المليون تاع الاورو شحال كتعطي كل عام تاع لازينتيري، هاد الفلوس فين كيمشيو؟ هاد الفلوس كتسولهم على الحساب ما كاينش الحساب، وما داير الحساب ديالو يفهمون هاد الناس. وكما قلت لك قول اخويا سناو في بلاصه الميتين وسناو في بلاصتي انا، ولكن دابا كيف يعقل انك تقول لي نهار 28 ما تصوتش عليهم وما كاينش في المغرب ومسناو في بلاصه هاد الناس كيفاش؟ علاش؟ الشفره ولكن كيفاش يعني الا غير سمح لي هذا لي 28 هو راه كما قلت لي 28 قلت لي انت في فرنسا وكيفاش شمسيني في المحمديه؟ لي 28 راه وريت لك الباسبور اخويا، لو 28 جي ما كاين والو، لو 4 جيتي ما كاين والو، شحال غيبقاو يجرو فينا اخويا؟ قال لك لو 19 اش بغاو؟ بغاو الناس اللي جايين من برا يخرجوا، هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي بغاو يديروا اللي بغاو، كما سا نو رونتر شي نو نو اوبجي دو رونتري باسكو اون ا دي زونفون، اون اين في لابا، اون اين في لابا، On a notre famille qui nous attend en France. Hein? Et ici, on laisse tomber. Encore 40 ans, je serai mort. C'est qui? Ce sera mon fils. Il a 32 ans, mon fils. It's an certain mood. Da ouaba, chia, chouda, juste centime. Il n'a pas besoin. Waha, Oussane, c'est où que je viens de Sarah? Waha, Khouya. Quand je suis en France, je vais parler comme de mouchkine. Mais kounch, jamais. Mais kounch, France, c'est impossible. Il y a la justice. Plus? Plus. La justice, il y a le droit. Moi j'ai des problèmes, j'ai une société en France, un chéri en France. Quand j'ai un problème, t'inquiète pas, tribunal, hop c'est fait, 6 mois, hop tu passes au tribunal, tu as raison, tu as tort, tu prends un avocat. Maximum. Et 40 ans, c'est ça peut pas, c'est impossible. Hey, je peux faire une crise cardiaque. Un attendu de dialyse, dame Moutredda. Allez, je t'endarbe. Un tendip dialyse. Ici, quand j'arrive au Maroc, je paye la dialyse. Quand je suis en France, je paye zéro. Donc, c'est pas mon intérêt de rester vivre au Maroc, déjà. Ça, c'est une autre affaire. Là-bas, je suis soigné gratuitement. Ici, je paye. T'as de l'argent. On te soigne, t'as pas d'argent, tu meurs. كملت. الناس المسؤولين دابا اللي كانوا كيشوفوا فيك شنو بغيت تقول لهم؟ شوفوا فيا. اش غنقول لهم؟ والو. بغيت نسول لك واحد الحاج. نعم اخويا. كتشوفوا يعني الناس كيبكيو دابا. الناس مصدومين، اش واقع الحاج؟ نعم يا عباد الله. الله يرحم والديك، انا كنزكي الهضره ديال هذا السيد هذا وكنأيدو وكنأيد الهضره ديالو، انا منخرط سميتي المخيط ابراهيم، معروف يعني على المنتدى وعلى كل شيء. انا عندي الملاحظه ديال هذا الاجتماع ديال اليوم.
الاجتماع ديالهم، ما كاين لجنه اللي كتحضر الاجتماع، ما كاين لجنه اللي كتستقبل، ما كاين هاد الناس يمكن عندهم، انا كنقول عندهم الدسيسه بغاو يدخلوا الناس، قال دخلت 300 ديال الناس و 400 ديال الناس، ما كاين حتى واحد ما حط سميتو في ريجيست. دخل الرئيس بنفسه، شو اسمع سيدي، الرئيس بنفسه دارين مع ال 11 وشي دايرين مع ال 10، قالوا اللي دخلوا سادين عليهم مضيقين، جيت كنقلب على الكراسي باش يروح الناس، قال لك صافي بركه حدنا. دخلوا الاخرين جوج كلمات، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحولات الاجتماع الى اخر نهار اخر. انا هي اللي كنشوف هنا علاش ما يهضروا الناس، ياخذوا الكلمه، يعرفوا علاش مشاو، علاش جاو، علاش هاد الناس غير باركين كيتسناو غير اجي ونقول لكم، ما سمعنا والو، ما فهمنا والو. الو سيروا جي، الى عرف الضمير ديالهم ناقص الضمير ديالهم باش ينظموا غير خوتهم، مع الدخله سميتك، مع غير النظام، انا كنهضر غير على النظام، يعني بغاو كل شيء غير سيروا اوجي، هذاك سيروا جي. خص انا بغيت نوضحوا للناس المنخرطين، راه الا ما جمعوا راسهم في هاد الشيء هذا من هاد الباب هذا، راه ما عندهم والو، لان اللي عامر كرشو، اللي عامر كرشو ما عمرو يفهم هذاك اللي خاوي كرشو. الله يخليكم، الا بغاو النظام يديروا نظام، ندير نظام باربعه الناس، ندير نظام بالف ديال الناس بطريقه ديالنا ديال النظام. واش انت عيطت على الناس وقلت لهم خرجوا سيروا بحالاتكم؟ كاين عائله تما اللي ما قداش تبرك، كاين راجل ما قداش يبرك وكيتسنى مسكين يدي الجواب. اش من جواب دا دابا؟ يلا عا قولوا لي، سولوا، كاين شي جواب داه؟ ما دا والو. السلام عليكم. السلام بالسلامة، الله يعاون. إذا مرة أخرى ما كملش النصاب. أيوا نتبعوها النصاب كما كيقولوا، ماشي أنا نقول لك 40 عام، نتبعوا النصاب حتى نموتوا، الله يعاون ولادنا الله يسهل. أنا كنطلب هنا الحقيقة في اسمو، أنا كنطلب المسؤولين الإدارة المسؤولية الإدارة المغربية اللي هي تابعة الأرض وتابعة الناس ديولها، يشوفوا هاد القضية ديال هاد الودادية. هاد الودادية أنا من خرطة دابا 20 عام، ما كاين غير سيروج، معليش ما غاديش أنا غير النظام ديال الاجتماع ديال الناس، استقبلهم بمرحبا ولا قول لهم ما تجيوش، صافي هذا هو الأمر.